السلام عليكم إخواني الكرام، اليوم لدينا 6 مواعظ جميلة سنحكيها لكم، لكن فضلاً قبل أن نبدأ اشترك في القناة وشارك المقطع لعائلتك وأصدقائك لتعم الفائدة، وهيا بنا إلى الموعظة الأولى. كم نظرة تحلو في العاجلة مرارتها لا تطاق في الآخرة، يا ابن أدم قلبك قلب ضعيف، ورأيك في إطلاق الطرف رأي سخيف، فكم نظرة محتقرة زلت بها الأقدام. أين ندمك على ذنوبك؟ أين حسرتك على عيوبك؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك تضيعك؟ لا مع الصادقين لك قدم، ولا مع التائبين لك ندم. هلا بسطت في الدجى يدا سائلة، وأجريت في السحر دموعا سائلة. يا من عمله بالنفاق مغشوش، تتزين للناس كما يزين المنقوش، إنما ينظر إلى الباطن لا إلى النقوش، فإذا هممت بالمعاصي فاذكر يوم النعوش، وكيف تحمل إلى قبر بالجندل مفروش. يا ابن آدم فرح الخطيئة اليوم قليل، وحزنها في غد طويل، ما دام المؤمن في نور التقوى فهو يبصر طريق الهدى، فإذا أطبق ظلام الهوى عدم النور. عجبا لمؤثر الفانية على الباقية، ولبائع البحر الخضم بساقية، ولمختار دار الكدر على الصافية، ولمقدم حب الأمراض على العافية. إن مواعظ القرآن تذيب الحديد، وللفهوم كل لحظة زجر جديد، وللقلوب النيرة كل يوم به وعيد، غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد.